ده انا ايدي باظت من غسيل المواعين والله، مش عارفه اعمل ايه. طب ما تشتري غساله اطباق وريحي دماغك. لا والنبي، ايه اهميتها غساله الاطباق دي؟ قولي لي هي بتعمل ايه كده. بصي، انت هتجيبي الاطباق وتشيلي منهم البواقي بتاعه الاكل، وبعدين تشطفيهم كويس قوي وترصيهم بالترتيب. لا والله، ما اعمل لها كوبايه شاي واجيب لها حته كيكه وادعك لها رجلها بالمره. عملت ايه يا تنكة هانم في العيد؟ ده انا خربتها بجد. عملت ايه يعني قوليلي؟ ما سبتش حتة في البيت الا لما نمت فيها. لما حد يقولك مين اكتر حد حنين عليكي؟ مالك يا ماما، انت زعلانة ليه كده؟ مفيش يا ابني. ماما، انت لو زعلانة ممكن تتكلمي مع اي حد بتحبيه. مين اكتر حد حنين عليكي وبتحبي تتكلمي معاه؟ طب واللي خلق الخلق يا ابني؟ انا اخر حد طبطب عليا كان بيقول لي ادي السواق 2 من 5. الاجازه خلصت. خلصت، ولا خرجنا زي اللي خرجوا ولا نمنا زي اللي ناموا. يا بختك يا تنكة هانم انك متجوزه واحد مصري، والله انا بحسدك كتير. مين انت؟ يا بختك. بيقولوا يا بخت اللي تتجوز واحد مصري يبوس ايديها وهي نايمه، ويحضر لها الاكل وهي نايمه، ويجيب لها الاكل لحد التخت. ايه مين؟ ايه، كلامي صح ولا مو صح؟ اكتشفي بنفسك بقى. انت هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. ما قلتي لي صح ولا مو صح؟ صح حبيبتي صح، بس وانت نايمه على التخت وبتحلمي. في ناس عاملين نفسهم قصة وهم يدوب سطر في ورقة. مش هكمل بقى، اكيد انتوا عارفين صح؟ اللي عارف يكمل هو بقى. حموكش، استنى بقولك ايه، فاضي شوية؟ ايه، نشرب قهوة في حتة بعيدة؟ قهوة ايه يا اخويا اللي في حتة بعيدة ولا حتة قريبة؟ قهوة ايه؟ تعالى سلكلي البلاعة مسدودة، وخد الزبالة وانت نازل. القهوة في حتة بعيدة. ليا انا ما قلتش غير كلمة واحدة بس، ايه القصيدة اللي انت رصتيها دي؟ انت عمال تهزر وتقولي قهوة في حتة بعيدة وحتة قريبة، هي ناقصة سهوكة على المسا. ابو الجواز على ابو اللي عايز يتجوز. الولية دي اتجننت خالص. يلا يا اخويا البلاعة مسدودة. ايه القرف ده؟ انا ما قلتش غير كلمة واحدة بس. الحقني يا حموكش الحقني. في ايه اللي حصل؟ اتعاركت انا وجيراننا وشتمتني وبهدلتني. ازاي؟ انت لازم تجيب لي حق يا حموكش. ايوه طبعا اجيب لك حقك. هي ساكنه فين دي؟ ساكنه في الدور الاول. الدور الاول؟ ايوه، اللي جنب السلم على طول. اللي متجوزه الراجل الطول بعرض ده؟ ايوه. الراجل اللي هو عضلاته طالع له راس؟ ايوه يا حموكش. انت لازم تجيب لي حقي. طبعا، انت متجوزه راجل، ده انا هروح كده اجيبه من دماغه وابوس عليها واقول له ربنا يسامحك. يا ريتها كانت جابت منك ذكر بط، كان هيبقى افيد. طبعا عماله تقلبي في الموبايل وتطلعي من الفيس للواتس الانستا ومحدش معبرك صح؟ تعالي يا موكوسه منك ليها جنبي. يا مجيزه نظيفه مخبيه شرابات مقطوعه. انت يا راجل، انت اول ما شفتني قفلت التليفون وحطيته في جيبك على طول ليه؟ عادي عادي؟ لا اكيد في حاجه. وريني التليفون ده لما اشوف بتعمل ايه من ورايا. انت والله انا بعمل حاجه عادي، لما لقيتك جايه قلت اقفله خلاص عشان اقعد معاكي. لا والله، وده من امتى ان شاء الله؟ انت اكيد بتخوني ونهارك اسود النهارده. اخونك؟ اخونك ايه؟ ولا انت اتجنيتي؟ ايوه، ما هو اللي انت عملته ده مش طبيعي، اكيد بتخوني عشان كده اول ما شفتني قفلته وحطيته في جيبك. ورهوني. اقول لك ايه، تي شر بعيد عني دلوقتي بلا هاته. وكمان مش عايز تدهوني؟ يبقى في حاجه، يبقى في ان ده انت نهارك معايا اسود النهارده. يا ستي والله ما فيهوش حاجه، بس دي حاجه شخصيه يعني ما ينفعش تشوفيها. افرض انا بكلم صاحبي بقول له اي حاجه، تتدخلي ليه انت ولا تشوفي الحاجات دي ليه؟ لا والله، واحد صاحبك على مين يا بابا؟ هات يا حموكشه التليفون ده اهو، وخلينا نخلص في ليلتك السودا دي. انا مش هديك التليفون. هو انا باخد تليفونك وافتش فيه؟ لا والله، انت كمان عايز تاخد تليفوني وتفتش فيه ليه؟ ان شاء الله. هو انا وشي شبه ست؟ زي ما انت مش عايزه حد يمسك تليفونك، انا كمان مش عايز حد يمسك تليفوني، انا حر. اقول لك ايه يا حبيبي، نادرا لما تلاقي واحده ست خاينه، لكن نادرا بقى لما تلاقي واحد راجل مش خاين. وهات تليفونك وخلي الليله دي تعدي على خير. تعدي على خير؟ تعدي.
يعدي على شر اللي عندك اعمليه. بقى كده انت نويتها يعني؟ شوفي بقى اعلى بسخرك اركبيه واقرب حيطه اخبطي دماغك فيها. انت مش قدي يا حماقشه. لا يا شيخه هتخوفيني. لاخر مره بقول لك هات التليفون وخلي الليله دي تعدي على خير. لا ماشي يا حماقشه. يا لهوي الحقوني حماقشه بيموتني. الحقوني يا ناس الحقوني يا ناس عورني فتح لي دماغي. يا لهوي حد ينده لي اخويا من على القهوه. هو ده التليفون اللي انت عايزاه ولا عايزه تاني؟ الاثنين يا حماقشه. خلاص خدي ده والتاني جوه على الشاحن. فتشي براحتك يا حبيبتي. في ايه يا تنكا يا اختي؟ مالك بتعيطي ليه؟ اخويا حبيبي. اقول له بقى انت عملت ايه؟ هو انا عملت حاجه يا وليه؟ وبعدين ما نديتك الموبايل خلاص والتاني كمان على الشاحن خديه. لا يا حبيبي مش بالسهل كده، هات 1000 جنيه كمان. ايه 1000 جنيه كمان؟ امال ايه يعني اتعور كده ببلاش؟ مش شايفني اتشلفطت ازاي واخويا مش هيسكت. حاضر حاضر هديلك. طب يلا هات دلوقتي. خدي خدي. ميرسي. في ايه اللي حصل وايه اللي شلفطك كده؟ مفيش حاجه مفيش، ده هي وقعت بس. تعالى اتفضل. وقعت ايه؟ ما وقعتش ولا حاجه، ده هو اللي ضربني وخرشمني. يا حماقشه انت تضرب اختي ليه يا حماقشه؟ انا مديك اختي عشان تبهدلها. انت فاكر انت واخدها من الشارع؟ يا ريته بس ضربني بس يا اخويا، ده شتمني وبهدلني بالام والاب. يا نهار اسود على الكذب. يا وليه مديت لك التليفون وديت لك 1000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ وانا اللي في وشي ده بالسهل؟ مش انت السبب؟ لو كنت جبت الموبايل من الاول يعني كان هيحصل ايه؟ انت فاكر ان اختي ما وراهاش رجاله ولا ايه؟ بقول لك يا تنكا، عارفه الست اللي جنبك دي؟ دي مالها؟ كانت عايزه تتجوزني زمان بس انا ما رضيتش. يا بنت المحظوظه يا بختك. بتقول ايه؟ بقول الدنيا حظوظ، كويس ان انت بقيت من حظي ونصيبي. اكيد امها ده عيالها نفدت بجلدها. انا كنت فاكر لما اخلص دراسه هدخل سوق العمل، انما سوق العبيد ده محدش قال لي عليه. انا اتربيت على الغالي، بس في ناس بتفهمها من الناحيه الماديه للاسف. انما بقى معنى اتربينا على الغالي يعني اتربينا على الاحترام والعشره والموده والعين الشبعانه والنفس العفيفه وحب الخير للغير والراس المرفوعه. هي دي التربيه على الغالي. انا جعانه يا حماقشه. والله لسه كنت هقولك هتتغدي ايه. ايه رايك نطلب شاورما؟ لا 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 شاورما ايه، شوف لنا حاجه تانية. ايه ده يا تنكا هاني، هو انت مش بتحبي الشاورما؟ لا ما انا خلاص بطلتها. ليه؟ اصلي بقيت فيجيتيريان. ايه بقيتي ايه؟ فيجيتيريان. نهار ابوكي اسود، مين يا بنت اللي عمل فيكي كده؟ مين عمل ايه يا حماقشه؟ من امتى الكلام ده ان شاء الله؟ الله مالك يا حماقشه، وامك عارفه ان شاء الله ان انت بقيتي كده؟ ايوه طبعا ماما عارفه كل حاجه. يا لهوي يا نهار اسود، ايه ده ماله ده؟ يا لهوي عليك وعلى اللي هيجرالك. الله مالك يا حماقشه في ايه؟ يا نسبت السودا يعني ياما. ماله ده؟ الحتي يا تنكا؟ الحتي؟ الحتي ايه موكوس؟ انت اتجننت؟ اقول لاهلي ايه انا دلوقتي؟ متجوز واحده كفره؟ ملحده ايه وزفت ايه على دماغك اللي عايز تضرب الجزمه دي؟ بقول لك فيجيتيريان يا جاهل. يعني ايه؟ يعني ما باكلش لحوم. يا لهوي ليه يا ماما؟ فيك ايه يا ماما، تعينه ولا ايه؟ هي اللحمه بتجيب لك اسهال؟ لا انا من نفسي كده فكرت وقلت ان انا يستحيل اكون سبب في قتل حيوان. شوف ازاي؟ ايه ذنبه الحيوان يتذبح ويتاكل؟ انت ترضاها لنفسك؟ ده على اعتبار ان انا حيوان مثلا؟ الله ما تحترمي نفسك يا بنت انت. هو انت مش مكسوف من نفسك يا حموكشه؟ انت متخيل كام حيوان بيتذبح كل يوم علشان حضرتك تاكل وتلخ؟ يا سلام، هو حرام يعني؟ لا مش حرام، بس انت تقدر تختار ان انت تبقى بني ادم راقي وما تاكلش لحوم. امال اكل ايه ان شاء الله؟ تاكل خضار يا حموكشه وتبقى نباتي زي كده. ابقى نباتي. طب بذمتك ايه ذنب النباتات عشان تاكليها؟ ايه ده اللي انت بتقوله ده اساسا يعني؟ هو عشان النبات يعني مسالم ولا بيهش ولا بينش ولا حول له ولا قوه، نحش وناكل؟ ذنبه الوحيد يعني ان هو ربنا خلقه ان هو ما يقدرش يدافع عن نفسه؟ ايه القسوه دي؟ ايه الوحشيه والهمجيه دي؟ لا بس هو، طب انت تعرفي ان في ابحاث علميه بتؤكد النباتات بتحس وبتتالم؟ ما هو
تروحي تيجي انت بمنتهى السفاله اللي في الدنيا تمسكي برتقانه كده وتعصريها، او طماطمايه مسالمه وتقطعيها ترانشات، او حزمه بقدونس مسالمه كده ووديعه وفي حالها تفرميها، او كسايه بريئه بتحلم لما تكبر تبقى قرع عسل تروحي مقوراها وتحشيها. في الحقيقه انت ترضي حد يعمل فيكي كده يقورك ويحشيكي؟ لا طبعا. بذمتك انت مش مكسوفه من نفسك؟ بص بصراحه انت عندك حق يا حموكشه، انا مش عارفه ازاي انا كنت بعمل كده، ما كنتش متخيل ابدا يا تنكا يجيلك قلبي وتعملي كده. حقك عليا يا حموكشه. مش دي تنكا اللي انا حبيتها، لا مش دي تنكا الطيبه الحنينه اللي انا اخترتها من وسط بنات العالم. خلاص والنبي يا حموكشه ما تزعلش مني. ماشي هنتغدى ايه بقى؟ فته وكوارع ولحمه راس. ليكي في الممبار؟ طبعا. يلا يا حبيبتي باشا نتغدى. انت يا ست مش هتبطلي العصبيه اللي انت فيها دي. طب ايه رايك بقى ان عصبيتي دي كنز لا يقدر بثمن؟ لا يا شيخ او ربنا يا حموكشة، علماء النفس هم اللي قالوا كده ان المرأة العصبية كنز ثمين، وفي 11 دليل على كلامي ده. افتي. نمرة واحد ان هي صريحة وما بتعرفش الكذب ابدا، ونمرة اتنين بتقول اللي بيضايقها على طول كده هو فيك من غير اي فلتر، وهي انسانة عفوية وبسيطة. يا شيخة او ربنا هكذب ليه؟ نمرة اربعة بقى يا حموكشة قلبها طيب وحنين، ونمرة خمسة لو انت تعودت على عصبيتها هيبقى الامر بالنسبة لك حاجة مضحكة. رقم ستة بقى يا حموكشة ان هي شخصية مريحة نفسيا، ونمرة سبعة انك بتكسر الروتين في علاقتك معاها، ونمرة تمانية بقى انها طيبة جدا ومش مصطنعة. او ربنا. نمرة تسعة بقى يا حموكشة انها سريعة الروقان، بكلمة حلوة ونظرة في عينيها تلاقيها ضحكت شبه الهبلة. ونمرة عشرة انك هتحتاجها في الاوقات الصعبة. نمرة 11 بقى والمهم ان انت لازم تحافظ عليها لانها كنز ثمين بالفعل. السؤال بقى كم واحدة عصبية موجودة معانا هنا؟ انت يا ست انت قومي. انت مين؟ انا العفريت. يا نهار اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، انت جاي ليه عايزاه مني؟ ما تخافيش انا مش هاذيك. امال عايز ايه؟ انا جاي احقق لك 3 طلبات. لا مش عايزه حاجه، انصرف يا ستي. ما تبقيش غبيه، بقول لك 3 طلبات. يعني بجد ليا 3 طلبات؟ يعني اي حاجه اقولها هتحققها؟ ايوه طبعا. طب انا عايزة فلوس كتير. بس خلي بالك ان ال3 طلبات دول جوزك ليه الضعف منهم، اي حاجة هتطلبيها هو هيتحقق له الضعف. بجد؟ خلاص بقى هعمل ايه؟ ماشي. عايزة 1,000,000 جنيه. تحت امرك. ايه ده؟ 1,000,000 جنيه بجد؟ كده جوزك بقى عنده 2,000,000. يا لهوي، يعني معاه 2,000,000 يعني ممكن يتجوز عليا. طب بقول لك ايه، الطلب التاني انا عايزه ابقى ست جميله. تحت امرك. انا بقيت ست رشيقه وكمان حلوه. شكرا يا عفريت. كده جوزك بقى اجمل منك مرتين. يا خبر، يعني كده اكيد هيتجوز. بس على مين؟ انا عايزه يجيلي جلطه خفيفه كده في القلب. يا بنت النصحه، بيقولوا علينا احنا اللي شياطين. لما تجيلك رسالة والتليفون جنب مراتك هتعمل ايه؟ يا خبر، في صوت رسالة، اعمل ايه؟ يا رب لازم افكر في حاجة تخليها تنسى الموضوع. لازم افكر بسرعة. اقولها انت طالق؟ طالق ايه بس؟ ايه الهبل ده؟ لازم افكر في حاجة تانية اقوى. اقولها ابوكي مات؟ ابوكي مات ايه؟ بس ابوها مات من 5 سنين. خلاص انا هقولها ان احنا هنتجوز. ياه ده انت غبي قوي، ما احنا متجوزين اصلا. لقيتها. ايه ده حبيبتي، انت خسيتي؟ ها؟ بجد انا خسيت؟ ايوه طبعا انت خسيتي قوي. يا ميلت بختي، يعني بقى بعد العمر ده كله تعمل كده يا حموك؟ شخص عليك. ايه ده يا وليه، انت واخده الشنطه دي ورايحه على فين؟ لا والله، وكمان بتسال؟ اخس عليك يا حموكش، اخس، حرام عليك. حرام عليا ايه وانا عملت لك حاجه يا وليه؟ لا والله، انت عايز تعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ انت بعت لي رساله وقلت لي روحي وانت طالق. رساله ايه؟ اكيد الحرامي، ما انا تليفوني اتسرق يا ستي. بجد؟ ايوه بجد يا ستي، هات تليفوني كده وريني اما اكلمه. خد يا حبيبي. الو. ايوه مين معايا؟
يعني انت سرقت التليفون وقلنا ماشي، بتطلق الولية ليه؟ يا عم زهقتني في عيشتي يا عم، كل شوية تبعت لي رسالة هات خضار هات لحمة هات عيش هات جبنة. الصراحة صعبت عليا، قلت اريحك منها رحت مطلقها. على الاقل الواحد يكفر عن ذنبه انه سرق الموبايل منك.